فيحثون يعثرون على القارة الثامنة المفقودة مدفونة تحت أوروبا. بدت خريطة العالم مختلفة جدا قبل 240 مليون سنة، حيث ضمت قارات الأرض الحديثة معا في قارة عظمى واحدة على شكل لعبة أركيد باكمان الشهيرة، وتعرف باسم بانجيا، التي انقسمت في نهاية المطاف إلى جزئين، لوراسيا في الشمال وغوندوانا في الجنوب. الأولى أصبحت أوروبا والآسيا وأمريكا الشمالية، وتفرقت الأخيرة لتشكيل قارة إفريقيا الحديثة والقارة القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. ولكن مؤخرا كشف العلماء النقاب عن القارة الخامسة التي ولدت من حضن غوندوانا، والتي أطلقوا عليها اسم أدريا الكبرى. اكتشف الباحثون أدريا الكبرى بعد بحوث مضنية استمرت 10 سنوات كاملة، حسب الدراسة التي نشرت في دورية غوندوانا ريسيرش العلمية المختصة بعلوم الأرض يوم 2 سبتمبر الجاري. وأفاد الباحثون بأنه في البداية كانت بعض أراضي أدريا الكبرى مغمورة بالمياه بالفعل، ولكن كلما توغلت نحو وشاح الأرض، أي الطبقة الداخلية الصخرية من كوكبنا، تم تقشير طبقتها العليا بعيدا لتشكل عليقا عليقا للجبال، فيما يشكل الآن نحو 30 بلدا أوروبيا. وأشاروا إلى أن القوة الجيولوجية دفعت ببطء كتلة أرضية بحجم غرينلاند تحت جنوب أوروبا قبل ما بين 100 و120 مليون سنة مضت. وللتبسيط، قال دوي فان هينسبيرغن، المؤلف الرئيسي للدراسة والخبير في العلوم التكتونية العالمية وعلم الحفريات في قسم علوم الأرض بجامعة أوتريخت لصحيفة بيزنس إنسايدر، لنفترض أنك ترتدي سترة وأنت كنت تدفع ذراعك تحت الطاولة، ويبقى كم السترة خلفه فيطوى ويبرز صعودا للأعلى. وأضاف فان هينسبرغن أن الكم المطوي هو ما يعادل كيلومترات القليلة العليا من قشرة أدريا، وذراعك هو اللوحة التي تغرق الآن في الوشاح، ومئات أو حتى آلاف الكيلومترات تحت أقدامنا. أصبحت طيات السترة تلك أحزمة الجبال الأوراسية مثل الأبنين في إيطاليا، والديناريتس في البوسنة والهرسك، وجبال الألب السويسرية، وجبال زاغروس في إيطاليا، وجبال الهيمالايا. إعادة بناء التاريخ الجيولوجي. قضى فان هينسبرغن وزملائه عقدا من الزمن في تجميع البيانات الجيولوجية من بلدان في جميع أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا لاستكشاف ما كانت عليه أدريا الكبرى في الماضي. ووفقا للعلماء، فإن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط هي منطقة فوضى جيولوجية، وذلك لأن كل ما تبقى من الأجزاء نتيجة الاصطدام تحطمت ورميت. وبعد مضي نحو 130 إلى 150 مليون سنة اصطدمت بقارة أوروبا، مما نتج عنه انقسام أدريا الكبرى، واختفت تحت أوروبا ولم يبقى منها سوى بعض الأجزاء التي يمكن مشاهدتها في المنطقة بين إسبانيا وإيران. كما قام فان هينسبرغن وفريقه بجمع وتحليل الصخور من أدريا الكبرى، حيث فحص الباحثون اتجاه المعادن المغناطيسية الصغيرة المحاصرة داخل الصخور. ويمكن أن تساعد المغناطيسيات التي تحدث بشكل طبيعي في القشرة الأرضية العلماء على تتبع حركات الصفائح التكتونية التي يبلغ عمرها 240 مليون سنة، حيث تحافظ الصخور على تلك المحاذاة. ويمكن للعلماء استخدام توجهها الجغرافي لحساب أين كانت تلك المغناطيسيات على هذا الكوكب منذ مئات ملايين السنين. ودرس الباحثون الصخور المغناطيسية من 2300 موقع أثري قديم في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، ثم استخدموا تلك البيانات لإنشاء خرائط مفصلة للقارة القديمة، ولتأسيس محاكاة حاسوبية لتحركات الصفائح التكتونية للأرض قبل وأثناء وبعد هبوط أدريا الكبرى إلى وشاح الأرض. ووجد الباحثون أن القارة الخفيفة انفصلت عما يعرف الآن بإفريقيا قبل 220 مليون سنة، ثم انفصلت أكثر عما أصبح لاحقا شبه الجزيرة الإيبيرية بعد 40 مليون سنة. وقال فان هينسبرغن لمجلة لايف ساينس، قبل نحو 140 مليون سنة مضت كانت أدريا الكبرى على الأرجح سلسلة من الأرخبيلات. في ذلك الوقت ربما كانت أدريا تبدو مثل نيوزيلندا في العصر الحديث، وتسمى أيضا زيلاندا الجديدة، وهي قارة صغيرة مغمورة في المحيط الهادي بعد انفصالها عن القارة القطبية الجنوبية قبل 130 مليون سنة، والتي تدعم جزر نيوزيلندا الشمالية والجنوبية. 7% من مساحتها التي تصل إلى نحو 3.5 مليون كيلومتر مربع فوق مستوى سطح البحر، ولهذا فهي تتفوق في المساحة على غرينلاند والهند، وتعد أكبر قارة حاليا في المحيط الهادي.
وقبل ما بين 120 و100 مليون سنة مضت، دفع تصارع الصفائح التكتونية للأرض أدريا الكبرى إلى أسفل في اتجاه وشاح الأرض تحت ما يعرف الآن بجنوب أوروبا. وقال فان هينسبرغن إن أعمق الأجزاء تقع الآن على عمق 1500 كيلومتر تحت اليونان. واكتشف القائمون على الدراسة أيضا أن بعض الشظايا من أدريا الكبرى لم تنتزع تحت أوروبا، وبدل ذلك ظلت فوق مستوى سطح البحر، وأصبحت في نهاية المطاف أجزاء من إيطاليا مثل تورينو والبندقية ومنطقة إستريا في كرواتيا. السلام عليكم.